الأهلي ينجح في قلب الموازين الشوط الثاني وتعادل مع المريخ السوداني 2-2 بهدفي بدر بنون من ضربة جزاء وياسر إبراهيم من ضربة رأس، ويضمن الصعود لدور الثمانية والتأهل كثاني عن المجموعة. كابتن شريف، ألف مبروك التأهل، ولو إن ده المفروض ده العادي يعني، يمكن نتيجة هنقول 2-2 قد تبدو مقبولة، ولكن العرض لم يكن مقبولا. مفيش حاجة مقبولة النهاردة. يعني احنا واضح ان احنا من اول مباراة داخلين المباراة حاسين ان احنا هنكسب في اي وقت. مش مقدرين اي حاجة للفريق المنافس، الفريق المنافس لعب احترم جامد جدا، لعب قفل عليك الخطوط بتاعتك، انت لعيبتك اصلا ما عندهاش حلول النهاردة، حاسس لعيبة نكون همدانه كده بيأدوا الوقت، عايزين الماتش يخلص وخلاص على اساس ان هم في اي وقت ممكن يحرزوا اي اهداف، واتخدعوا بالكام كوره اللي جات لنا في اول المباراه احنا بتاعت قفشه، اول ما وصلوا ال 18 وحسوا ان هم ممكن يجيبوا جول في اي وقت، حسوا ان الجيم بتاعهم وان ده فريق مش على قد المستوى يعني، ولكن الكوره ما بتعرفش الكلام ده يعني. الكوره تعرف اللي حصل النهارده في المباراه. حصل تقدم فريق المريخ 2 وكان يقدر يتقدم اكتر من كده. أيوه. الحقيقه يعني كان لازم الحقيقه يعني ان فريق المريخ يكسب النهارده. النهارده مفيش اي علامات عندك، حتى الكور اللي بتجي لك تناول اللعيبه ليها اللي حصل فيها التغيير، احنا طالبين من التغيير النهارده عشان يحصل دعم في المباراه. عشان يحصل نحس بكره زي بتاعت محمد شريف في اول تايم تاني دي تجيبك جوه المباراه، نقول اللي حصل فينا ده عدم تركيز في اول شوط اي حاجه. لا برضو انت ما زلت في السيناريو مش عارف تترجم لنفسك اسمك ووضعك في الملعب. اللعيبه نفسها بتحسس قوي يعني، حاسه كده ان الملعب مش مساعدها، او الكره بتجري اسرع من ما هم متوقعينها، هم ما بيتحركوش لبعض، في حاله كده للعيبه حاسه ان هم هيوصلوا. ما لعبوش على ان هم يبقوا اول مجموعه، ما لعبوش على ان هم مطالبين باكتر من اللي عملوه خالص في الملعب ده. وبعد مباراة سيمبا في سيمبا اللي احنا قلنا الجو وضدنا والاكسجين والكلام من ده، وده شكل غير مقبول، انا شكلي النهارده اوحش بكتير قوي يعني. انا ما مش قادر اقول لك لعيب كويس. كنا بنيجي قاعد كل مباراه تقول لي ايه مين احسن لعيب النهارده. انا مش الفرقه كلها اوت اوف بوزيشن، اوت اوف فورم، اوت اوف كل حاجه، بيفكروا ببطء جدا، عايزين الكره تديهم بدون ما يعملوا اكتر مجهود. ولا التغييرات فرقت حتى، ولا حسيت بمحمد طاهر لما نزل، ولا حسيت ببواليا. بواليا بيلعب الكوره هو والجون وبراسه لكنها فولي، عايز يعديها العارضه مش يحطها جوه الجول. الاستخدام العقلي، الاستخدام التنفيذي بالنسبه للسرعات، في ناس عايز تنزل، الوحيد اللي نزل وعايز الكوره ها عنده فكر وعنده وليد سليمان عنده عايز يعمل اي حاجه، عايز يعمل الباص. الملعب كمان انت الهوا معاك تاني تايم، السنس اوف باص صحيح انك انت تودي للاعب هناك على طول الكره اقوى من الطويله. يجوز اللعيبه دي تعبانه بقى، في لعيبه جايه من ماتشات المنتخب همدانه، استشفى بتاعها عايزه تريح شويه، لازم مدير فني يبقى عنده ملم بكل الكلام ده. مدير فني النهارده حظه كويس قوي سمعه ان هو اتعادل، انما هو مش من حقه الحقيقه النهارده بذل اداء انه كان يبقى متعادل، ولكن احنا دايما بنبص على ان احنا لازم نكسب. مش كده بقول لك الكوره بتاعت محمد شريف لو كانت دخلت في اول تايم انت كنت ممكن تبقى جوه الجيم وتكسب 3 و4، بس انت كمان حالتك الكونتر اتاك، اللعيبه الثانيه ماسكه الكوره بيعملوا 1 2 بيتعمل من سنه 50 عليك ال 18 عليك 1 2 في ال 18 وراجل بيروح على الجون وبيحطها جنب الجول. فلازم الحاله حتى بتاعت الشناوي والعصبيه والنرفزه من الشكل اللي هو شايفه ده طبيعي ان هو كابتن فرقه وبيوجه من ناحيه ثانيه. مش معقوله الاسماء اللي موجوده في الملعب دي كلها كان يبقى ده المقابل بتاعها في هذه المباراه. كان عندهم فرصه كبيره قوي النهارده انهم ياخدوا الموضوع جد زي ما عملوا في فيتا كلاب، خلصوا المباراه في اول هاف تايم. هم اكيد دلوقتي حاسين وحزنانين على الشكل اللي هم فيه، ولازم يقعدوا مع نفسهم يخرجوا من الكلام ده، حتى برد فعل ماتش سيمبا هنا في مصر ان شاء الله يكسبوا ويكون لهم شكل تاني خالص. بس انت بتلعب على بطوله، انت اللي انت شايفه هنا النهارده ده مش ده اللي هتلاقيه بعد كده. صحيح. انت هتلاقي بعد كده شكل تاني، الناس كلها عايزه تقتنص منك طبعا. كل مره بتكسب فيها انت وكل مره بتوصل فيها الفاينل بتبقى
عايزه يعني تجيبك وتوصل جنبك، عايزه تعمل اي حاجه، عايزه تاخد عليك على سمعتك اي حاجه، عايزه تنافسك، عايزه. ما ينفعش كمان تبقى في مؤسسه كبيره بتوفر كل حاجه للعيبه، بتوفر كل حاجه للمدربين الفنيين وكل حاجه، ويبقى بهذا الشكل النهارده انا بتفرج على الشكل ده تقول لي ان انا هاخد كاس افريقيا. لا، احنا كنا بنتكلم قبل كده في الاستوديوهات، الرساله بنبعتها ومكسب. مظبوط. دايما بنقول انا ده الشكل اللي هروح بيه للمجموعات، ده الشكل اللي حابب بيه. مش مهم عندي ان انت تقابل اكبر اقوى، او انت كده كده هتاخد البطوله، لازم تقابل اقوى في الاقوى في الاقوى. انما عشان ما اطولش عليك، النهارده طبعا محدش سعيد ابدا، ولا انا سعيد بالتعادل ده، غير ان احنا الحمد لله ما اتغلبناش في السودان من فرقه المريخ. وبشكر فرقه المريخ الحقيقه على المجهود الكبير اللي عملوه النهارده، وكان ليهم وجود اكثر من رائع، وجود لك في الفتره الجايه يعني. صحيح كابتن علاء، يعني اسمح لي اقول لك مبروك التاهل، ولو ان ده طبيعي زي ما قلت مع الكابتن شريف، ولكن تحس ان احنا مش سعداء من جوه. لا يعني لو في حد سعيد من اي حد التقى النادي الاهلي يبقى لا، انت قول انت بتهزر وانت على نفسك. بص يا ايمن، وانا ممكن ما اكلمش كوره. طب ايه الاسباب؟ ما انا هقول لك، انا عن نفسي كوره مش عايز اتكلم كوره. ماشي. عارف ليه؟ مش عشان حاجه يعني، مع احترامي الكامل لكل الناس بتتكلم في كوره، انت ما لعبتش كوره النهارده. صحيح. يعني انت النهارده على مدى 95 دقيقه انت ما لعبتش كوره. صحيح. انت النهارده مبروك التاهل، وتقول الحمد لله ان ما طلعتش بهزيمه تقيله. صح. بس لو هنتكلم على الكوره هنتكلم كده، لكن غير كده لا. انت النهارده يمكن احنا كنا بنشتم بس كان في عجاله شويه. انت النهارده نازل مباراه، استعدادك الذهني النفسي، دخولك في مباراه من أسوأ المباريات اللي دخلها لعيبه النادي الاهلي على مدار الشوطين. كنا دايما بنتكلم يا ايمن، ممكن تعمل شوط وحش، مش مركز، حماسك قليل، وبين الشوطين الموضوع بيتغير. وده اللي اتكلمنا فيه، يعني كنا اتكلمنا كلنا في الموضوع ده، ان لازم بين الشوطين، حتى قلنا ده 10 لعيبه مش كويسين، لكن لازم الاحساس يتغير. دايما انت مش هتغير حالتي الفنيه، لكن بايدي اتغير حالتي النفسيه تخليني عندي حماس. لكن ما ينفعش على مدار 95 دقيقه ايمن هات لي كوره مشتركه، حد خدها واحد بس من لعيبه النادي الاهلي خد كوره مشتركه. ايوه. بما فيهم الاربعه اللي ورا، بالاربعه اللي ورا باللي في النص، هات لي كوره مشتركه حصلت النهارده واحد من النادي الاهلي خدها. بالعكس، لعيبه المريخ النهارده، قبل ما اتكلم لعيبه المريخ النهارده، كل التحيه ليهم النهارده، بتفق مع كابتن شريف، عاملين مباراه ممتازه، احترموك كويس قوي، درسوك كويس قوي، ولعبوا على قد امكانياتهم. وكلنا اجمعنا ان الراجل غير كتير قوي المدير الفني للفريق المريخ عشان يوصل للخلطه او التشكيله اللي واجهك بيها. أيوة. وده المدير الفني الناجح على فكره. صح. ممكن ده حتى قلت انت وانا بعد ما خلصنا بنتكلم، وانت بتقول لي يا علاء ده مغير حوالي 7 لعيبه. لانه ايمن هو لسه جاي جديد، فبيشوف اسامه وايمن وعلاء وعادل وشريف. في الاخر هو عرف ان التوليفه دي والخلطه دي هي هو اللي هيقابل بيها النادي الاهلي. أيوة. ده شغل مدير فني بيحاول على قد امكانياته. يا بص ايمن، الفروقات بين النادي الاهلي وبين اي فريق ممكن تخيله في حياتك كبير قوي. كبيرة. وكل حاجه. صحيح. مع الاحترام الكامل لكل الانديه بقى، عربيه وافريقيه واسيويه، كل حاجه، كل احترام الكامل ليهم. لكن الكلام ده بره الملعب، انت كبير باسمك، بلاعبتك، بمجالس ادارتك، بكل الناس بتوعك. لكن الملعب 90 دقيقه 11 ضد 11. لو انت شكلك زي النهارده كده وما حسيتش ان انت وحش ونفسيا وحش، واعدادك للمباراه سيء، دخولك في المباراه سيء على مدار على مدار الشوطين، ولازم تقول النهارده كلهم كده يقعدوا مع بعض ويقولوا الحمد لله ان احنا ما خسرناش خساره كبيره كانت تبقى حاجه وحشه في تاريخنا كلعيبه وتاريخ النادي الاهلي. دايما الواحد بيتباهى بتاريخ النادي الاهلي. عايز تطلع فاصل ولا حاجه؟ ايمن. لا 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 لا. دايما الواحد بيتباهى بالنادي الاهلي وبطولاته وتاريخه، ودايما يفتكر الماتشات اللي عملها، ويتباهى باللعيبه اللي لعب جنبها. النهارده لا، لو حصل، لو الامور مشيت صح يا ايمن، صح ككره قدم، النهارده كان هيبقى الشكل زفت في النتيجه والاداء. عشان كده يعني قول. طيب، طب هو الماتش عدى على خير الحمد لله رب العالمين. الفتره اللي جايه ايه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي؟ مش المطلوب لعيبه النادي الاهلي، المطلوب اولا قاعده كده مغلقه، حساب، وحساب جامد. اصل حضرتك بتتكلم على سوء اداء النهارده كويس. ولكن الحاجه الملفته للنظر ان احنا ممكن مثلا نطلع واحد او اتنين زي ما كابتن شريف. الحاله العامه تقريبا واحده. ماشي. طب ايه الاسباب؟ ما هي الاسباب دي يا ايمن، انت اعدادك لمباراه وحش.
لعيب الكوره دايما زي ما بتبرمجه بالظبط المباراه. كويس، خصوصا يعني اللعيبه العرب عامه لازم قبل المباراه تتكلم معاه وتحسسه بقيمه المباراه. كويس. لازم عكس بره بروفيشنال، بره شغله. حياته عارف ان هو لو النهارده رايح، عارف يا ايمن انت رايح شغلك، انت جاي النهارده القناه فبتحضر شغلك. هم هنا بره شغلته حرفته. انت هنا ماشي، انت يعني نص محترف. فلازم انا احسسك بقيمه المباراه، احسسك بقيمه النادي، احسسك بقيمه انت فين موجود. وكل شويه على فكره، مش فتره معينه. هي دي بس هي المشكله. انت النهارده يا ايمن ممكن تبقى فنان وحش، لكن لو دخلت مباراه النهارده بحماس قوي وعامل حساب لفريق المريخ وعامل حساب لاسم النادي الاهلي اللي تحمل اسمه، الموضوع كان اختلف تماما. ولو حتى فنيا انت وحش. فنيا وحش دي بتحصل على فكره، ما فيش حد فينا ممرش بالظرف ده. لكن دايما بقول حاجه في ايدي كده مالكها لحد اخر نفس، ان انا اجري وابذل كل حاجه في الملعب، لان انا لابس فانيله النادي الاهلي. اللي فانيله النادي الاهلي دي معلش يعني اي لعيب عدى في مصر وهيجي وراح وجه يتمنى يلبس فانيله النادي الاهلي طبعا. فحضرتك لازم تعرف قيمه الفانيله دي وقيمه البجف على النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي نفسه. بس انت النهارده لا، انت ما حسيتش بقى النهارده على مدار ال 95 دقيقه ايمن. فلازم حساب وحساب عسير. لازم وكلام جامد جدا. ان النهارده الحمد لله ربنا كريم جدا على فكره لله. بجد والله العظيم، وسترى ان احنا خرجنا 2-2. لان اللي يشوف المباراه ايمن لا على مدار شوطين، لا انت ما عملتش حاجه. والحمد لله تحمد ربنا ان خرجت 2-2، ان ربنا فعلا سترها معانا النهارده وطلعنا 2-2. حلو، جرس انذار انا عاجبني انه بدري قوي، لان الكابتن شريف قال كلمه حلوه قوي، الاستحقاقات الجايه اقوى واصعب. اصعب. وخد بالك دلوقتي انت خلاص، انت الناس كلها نفسها توقع بطل طبعًا افريقيا طبعًا. وايه النادي الاهلي بياخد كل البطولات؟ طبيعي يا ايمن، دي الضريبه اللي بتدفعها. لو انت حضرتك مش قد الضريبه دي هتقع. مش هتقع كنادي، النادي الاهلي عمره ما هيقع، لكن انت كلعيبه. عشان كده بقول لك لازم قاعده، وقاعده قويه جدا يا جماعه. اللي حصل ده ما ينفعش. ما ينفعش خالص. اللي جاي زي ما بيقولوا جاي اصعب، يعني طبعًا. سيمبا جاي هيلاعبك، هو اول مجموعه. برضو انت كنادي اهلي مش حلوه في حقك، بس ماشي. حصل السنه اللي فاتت وانتهينا، ما انا ما بحبش اعيش على الماضي. ممكن تحصل. بس ممكن ماشي، هيجي لعبك ومش خسران حاجه. فانت لا، انت مطالب ان شاء الله رب العالمين ماتش سيمبا. انت مش مطلوب نتيجه. ده انت اداء ما فيهوش غلطه. اللي هو الواحد قاعد كده مستمتع بشكل باداء حلو قوي بنتيجه كويسه، تقول ده النادي الاهلي. ورساله حلوه بقى، رساله قويه. مزبوط. اللي حصل النهارده لا دي حاله طارئه. مزبوط. بس احنا النادي الاهلي. صحيح كابتن اسامه، مبروك التاهل، وزي ما قال الكابتن علاء اللي جاي اصعب، وخصوصا احنا كنا في دوري مجموعات. كويس، الوضع الطبيعي ان انت تبقى متصدر، ما تصدرناش انما دخلنا تاني الحمد لله رب العالمين. الفتره اللي جايه هنلعب على في دور الثمانيه على الخروج، يعني هما ماتشين، ماتش ذهاب وماتش اياب، فالمهم هتبقى اصعب. فانت مطالب بتغيير الشكل، وان الاصرار والعزيمه والروح بتاعه لعيبه النادي الاهلي تظهر من البدايه. ما فيش شك في كده، يعني كابتن شريف وعلاء لخصوا المواضيع. كل الناس شايفه انه انا شايف في مكسبين النهارده، ان احنا بالحاله دي وطلعنا النتيجه متعادلين، وعوده وليد سليمان. لان وليد سليمان من العناصر الثقيله في ادائها، عنده خبره، مهما يلعب من وقت قليل بتحس فيه تقل في ادائه. طبعا ده اول ماتش بعد فتره طويله ليه، فكويس انه هيبقى موجود ان شاء الله الفترات الجايه مع فرقه النادي الاهلي، حتى لو على سبيل البديل يعني. لانه عنصر مهم جدا في 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 اتزان اداء لعيبه النادي الاهلي، لانه احنا عندنا عدد الخبرات الكبيره مش موجود كتير قوي، فوليد واحد منهم، فدي مكسب. والمكسب التاني ان انت بالحاله دي طلعت متعادل. لان هو الشكل العام في المباراه انك انت كانت ممكن النتيجه تروح لشكل تاني خالص. يعني سواء ضربه الجزاء اللي ضاعت او انفرادين ثلاثه والنتيجه 2-0 بسهوله جدا يجوا اهداف، كانت ممكن يخرج الشكل وحش قوي. اعتقد ضربه الجزاء الضايعه ديت كانت علامه فارقه في تغيير نتيجه المباراه. طبعا
ولكن ومع ذلك اضاعتهم لضربه الجزاء برضو ما انا لسه غير ضربه الجزاء ضيعوا اكتر من انفراد سهل جدا تصدى احيانا الشناوي باقتدار او يعني عدم توفيق في رعونه في رعونه احيانا وفي عدم توفيق في حاجات فكانت ممكن النتيجه تبقى 3-0 كانت تبقى الامور صعبه جدا وممكن تفتح منك فالحمد لله ان احنا بالحاله دي وتعادلنا وزي ما قلت لك المكسب الثاني هو عوده وليد لكن كلنا متفقين ان شاء الله الشكل المفروض يبقى افضل بكتير جدا في الفتره الجايه بدايه من مباراه سيمبا صحيح احنا خلاص كده كده مركز ثاني ولكن في حاجه اسمها هيبه النادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب اي مباراه حتى لو مباراه وديه مطالب انه يكسب ويؤدي بشكل حلو فان شاء الله يعوضوا في مباراه سيمبا بشكل جيد ونتيجه جيده والحاجه الثانيه اللي اهم بقى من سيمبا انت عندك دوري عام عندك عايز تلحق المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك وتركب الدوري لو كسبت الماتشات المؤجله عايز تخش بقى حسب القرعه ما تجيلك ايا كان انا مش فارقه معايا كتير قوي هي بس شكلا عشان هيبه النادي الاهلي ان لازم كنا نطلع اول لكن عادي احنا في فترات خدنا البطوله واحنا طالعين تاني المجموعه السنه اللي فاتت فدي مش قضيه قوي لان خلاص الثمان فرق اللي هيوصلوا خلاص اي مزبوط. حد بقى خلاص مزبوط. دخلنا في موضوع كلها فرق المرحله الاصعب المرحله الاصعب يعني فان شاء الله الاداء يبقى يتغير عن كده النهارده في حاله عارف من التعب وال مش عايز اقول ايه توهان لا تعب في حاجه غريبه جدا تحس ان في ممكن الاثنين لان صحيح. في حاجات كتيره بتحصل من لاعيبه المريخ الراجل بيعدي من 2 و3 و4 ويوصل لغايه الشناوي بسهوله جدا دي واحده ممكن تكون ذهنيا زي ما علاء بيقول انه تجهيز اللعيبه واحساسها بان المريخ مال الغلوب 4 على ملعبه واحنا كسبانين 3 وسيمبا كسبانه الماتش الاخير 3 فممكن الموضوع سهل ممكن ذهنيا ما كنوش تحضروا كويس كلاعيبه مش ضروري حتى من الجهاز الفني من اللعيبه نفسها ده اكبر مفهوم اكبر مفهوم اللعيبه نازله بهذا المفهوم في الملعب ممكن ده جزء والحاجه الثانيه في واضح برضو تعب عشان برضو ما استبعدش دي ده كان في موجود خمس في بعض المواقف في خمس لعيبه تقريبا لعبوا الماتشات الاخيره بتاعه المنتخب في ناس مجاهدين تحس ان اي كوره فيها اشتراك هم الاسرع هم الاقوى واحد بيعدي من وسط 2-3-4 بكل بساطه ما فيش مقاومه معاه 100% فواضح انه في حاجات ممكن تكون برضو يعني خارجه عن الاراده لو هو فيه تعب فلازم يريحه كويس جدا ودي طبعا مهمه المعد البدني ومستر موسيماني في انه ازاي بقى اللعيبه التهيئه ان الناس دي ترجع للاستشفاء الطبيعي ان يكونوا باقصى قوتهم لما يخشوا على المباريات الحاسمه لانك انت بتلعب في اكتر من بطوله فزي ما قلت لك مش بس افريقيا طبعا افريقيا ولكن الدوري العام برضو اللي هي البطوله المفضله انت عايز تركب الدوري فالحمد لله في الاخر على ان الشكل طلع كده بالهدف بتاع ياسر ابراهيم لكن الامور لازم تتغير عن كده ان شاء الله يعني الفتره الجايه وبس قبل ما تروح لعادل انا عايز اقول لك على حاجه احنا كلنا قبل الاستوديو قلنا احنا ممكن نتعادل النهارده مش 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 قبل الماتش كلنا قلنا ماتش صعب وفي ارض وفي عوامل خارجيه توفيق وعدم توفيق في جميع المباريات اللي خارج ارضك انما مش بهذا الشكل مش بهذا الشكل احنا لم نتوقع كلنا ان احنا نتفرج على الماتش بهذا الشكل بس ان شاء الله الشكل يتغير النهارده في الريفنج بتاع فرقه وجود فرقه السودان في الملعب المريخ موجود ومشروع وكل يوم ويروح يجيب اجوان وكل حاجه وانت تجيب اجوان بس مش بالشكل ده يعني مش احنا هو ده بس لما احنا توقعنا قلنا ماتش ممكن عادي جدا يبقى فيه تعادل انما مش بالشكل اللي احنا بالمستر موسيماني قبل الماتش عمل اجتماع وقال انا حد رساله بجميع الفرق اللي جايه يعني مش دي الرساله اللي احنا كنا بس هو زي ما قال الكابتن علاء ان جرس انذار كويس انه جالك في الوقت ده دايما بيجي لنا الانذار يعني واحنا نقدر نلحقه باذن الله رب العالمين ان شاء الله كابتن عادل مبروك التاهل ولكن الفترة اللي جاية محتاجة شغل كتير
سواء خارج الملعب او داخل الملعب. وده اللي يعني ده اللي هو الهدف الاول من النهارده، لازم الدرس الاول تاخده من النهارده من المباراه دي، التحضير اللي جاي. هو احنا خلاص المباراه اعتقد كل الناس النهارده هتعلق تعليقات سلبيه على اللقاء، وده شيء طبيعي جدا، لان انت ده قدرك انت كلاعب نادي اهلي او كمدرب نادي اهلي او اي حد بينتمي للنادي الاهلي، بتقابل انتقادات كتير جدا لما تبقى وحش في مباراه حتى. يعني هو صحيح. لازم اللعيبه تبقى فاهمه ده، واتمنى انه يكون وصل لهم، لان تجديد الدوافع مهم جدا مطلوب. بعد البطولات اللي بتلعبها لغايه دلوقتي الدوافع لسه مش موجوده. الدوافع عند بعض اللعيبه جوه الملعب، لا، ردود الافعال على الوجوه مش كويسه. كويس. مش كويسه، ودي نقطه مهمه جدا بعيد عن الفنيات. الفنيات ليها جزء كويس كبير جدا. عايز اقول حاجه؟ كنت عايز اقول لك الشغل ده شغل جهاز فني. طبعا شغل جهاز فني وشغل اداره. بمعنى ان انا النهارده كلاعب نادي اهلي لازم يكون وانا بلعب عارف ان انا ممكن اقعد في اي وقت، ودي نقطه مهمه جدا عند لعيبه كتير، مش هذكر اسمائها، ولكن مهم جدا ان يكون لي منافس قوي، منافس اقوى منه جوه الفريق. هستشهد بكل الناس، كل النجوم. دي الدوافع بقى. ما الدوافع دي جزء منها عند الجهاز، صح، وجزء عند الاداره. الاداره بتجيب، لا بتشتري لعيبه، بتزود لي الدوافع اللعيبه اللي موجوده عندي. انا عندي لعيب كويس، ممكن اجيب له لعيب كويس بنفس المستوى او اقل منه 10% عشان صحيح. يديني احسن حاجه. صحيح. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ودي من اهم الحاجات اللي احنا، انت خد بالك الفتره الجايه ممكن تلاقي ماتشات كويسه وماتشات قليله، ماتشات كويسه على حسب حاله اللعيب الفنيه والبدنيه جوه اللقاء. والذهنيه بقى، ما انت ذهنيا طول ما انت حاسس ان انت انا بس اللي موجود خلاص، انا هادي النهارده 60% وبعد كده اشتغل 70% المباراه الجايه، المره بعدها اشتغل 100%. لا، انت محتاج تشتغل 100% طول الوقت. بس الفكر ده ما بيبقاش فكر لعيب النادي الاهلي، ما انت هو معظم الاحيان. بص، خلينا نتفق ان كل لعيبه العالم كل لعيبه العالم الكبار لازم يكون لي منافس قوي في اي حته في الدنيا. ارقامك بتقل، سعرك بيقل لو مستواك قل. خلينا نتفق ان هنا في مصر طول ما انت حاسس انت لوحدك الامور صعبه. لا، لازم احس ان انا في حد موجود وحد هيلعب. بس بره عادل حياته وشغله، انت فاهم؟ مختلف، وارقام واحصائيات بتعمل عليه النهارده. كده بقول لك المفروض اعمل كام جاي اجري قد ايه. هنا الامور مختلفه شويه. هنا يعني لازم حد فوق دماغك بالظبط طول الوقت في اماكن مهمه جوه الملعب. دي نقطه مهمه جدا جدا، دي اللي جاي يعني. ممكن للسيزون الجاي بقى، ان انت السيزون ده خلاص انت مكمل بالناس اللي موجوده، بس لازم تزود الدوافع عنده. ده جزء. الجزء الثاني، خلينا نتكلم في المباراه ان احنا لازم نقسمها كذا جزء. الجزء الاولاني الاستسهال للمباراه. انت بدات المباراه مش وحش، خلي بالك. يعني شوف بكم الانتقاد ده. مزبوط. انت دخلت المباراه لغايه الدقيقه 18 او لغايه الجول، ضغط على لغايه الجول، صح. انت مفيش فرقه المريخ ما راحتش باي حاجه على الجول. مزبوط. في كوره واحده اللي اتحسبت اوف سايد اللي مسكها الشناوي. مزبوط. وتعاملنا بيها بشكل كويس. ما بعد الجول ده، لا، المباراه السيناريو اتغير تماما. بس انا برضو بعد والمباراه اتغيرت، لازم انا كمان جوه الملعب اتغير. انت مغلوب 1-0، مش عارف تستلم بين الخطوط، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انت المباراه ما فيهاش كوره كتير، بس المباراه ما اتعادلتش غير لما بقى فيه لعيب الكوره كتير جوه الملعب. بقى عندك وليد سليمان، بقى عندك قفشه اللي انت خلاص اللي ما كانش موجود في المباراه تماما الا في كورتين في الشوط الاول قبل الجول. صحيح. قبل الجول اللي هو كان بيستلم فيه براحته. لكن لما فرقه المريخ بدات تقف كويس في تلت ملعب او في تلتين ملعب، بقى خلاص قفشه مش موجود، وحلقه الوصل ما بين نص ملعب وراس حربه مش موجوده. أيوة. اتعادلت شويه الشوط الثاني لما ديانج خرج وقفشه نزل نص ملعب. بقى عندك باص سليم خارج، وبقى عندك وليد سليمان، بقى عندك محطه تشتغل عليها مع لعيبه نص ملعب وبين راس الحربه. دي ما كانتش موجوده. كان في جاب كبير جدا جدا ما بين، يعني كان في دايره كبيره في السته بتاع نص الملعب. صحيح. الرباعي بتاع نص الملعب، السته نص الديفندرين والوينجين وراس الحربه، كان في بينهم جاب كبير جدا. ما فيش حد بيستلم في الحته دي. ايوه. المريخ واقف كويس، بس انا ما عنديش حد. مش شايف حد فيها. دي نقطه مهمه جدا، ولازم. انا كنت شايف برضو ان كان في الاوقات دي كان ممكن اقلب جوه الملعب. كنت ممكن اقلب الطريقه جوه الملعب، ممكن اروح مدخل قفشه جوه الملعب وطلع حد محمد شريف بره والعب بمروان زي ما انت قلبتها الشوط الثاني. ايوه. خد بالك، انت الشوط الثاني لحد ما لما لعبت في راس حربه واحد، هو بقت الخطوره عندك احسن. صحيح. الشوط الاولاني برضو
في الأربعة أربعة اتنين أنا مش ضد الكورة، ما فيهاش حاجة غلط، خلينا نتفق إن الكورة كلها صح، كل واحد بفكره هو شايف إن ده الصح اللي يتعمل، بس لما أنا أعمل حاجة صح أكملها. أي. هو شايف إن 4-4-2 كويسة بس ما ينفعش ألعب ضغط عالي. في وقت من الأوقات الراس حارس المرمى بيشوط ضربة مرمى ومحمد شريف موجود على خط ال 18 وبدر بنون موجود فين؟ شوط الجول التاني جاي فين؟ الجول التاني جاي بمساحة كبيرة جدا خمس بص الفرق كبير جدا طبعا. انت فرق في اربعه من المريخ جوه مربع بتاعك، المربع أي. بتاعك ده المفروض يقلب، المفروض يبقى انت اربعه وهو ثلاثه، ده طبيعي المساحه دي بالذات لازم يبقى فيها لعيبه المهاجمين اكتر من المدافعين. وخلي بالك انت هنا بتبني هجمه، انت كمان بتبني هجمه مش موجود، في ناس مش موجوده في الكادر خالص في الكادر. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي كنا بنتكلم فيها المهاجمين ان ازاي استلم بين الخطوط او ان احنا بنتكلم في 4-4-2، ال 4-4-2 دي فشله بجيم مفتوح، المباراه مفتوحه جدا، انا عندي اثنين راس حربه عايز العب على سرعات، يبقى لازم اسيب مساحه اشتغل فيها. أيوه. لازم ارجع نص ملعبي واقف كويس جدا، زي ما انت خد بالك مباراه فيتا كانت بتشتغل كده. أيوه. مباراه فيتا انت رجعت نص ملعبك وكل كره بتقطعها وتحطها في دار الديفنس في المساحات. مظبوط. انت بقى استسهلت شويه ان الجيم بدا سهل معاك فرحت فاتح الملعب. أوه. وده برده يعيب على ما ينفعش فرقه بحجم نادي الاهلي. صحيح. تروح للفخ ده هنتكلم فيها بتوسع اكتر لما نيجي نتكلم على الرؤى الفنيه لنجومنا الكبار، ولكن اسمحوا لنا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. نرحب بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وقبل ما نتكلم ونخوض في احداث اللقاء مره تانية مع نجومنا الكبار عايزين ننوه عن حدث عالمي هيحدث بعد قليل، وهو خروج موكب عظيم لملوك مصر القدماء متجهين من المتحف المصري في التحرير القومي للحضاره المصريه، وده حدث عظيم جدا يمكن بتتابعه كافه الوسائل الاعلاميه في جميع انحاء العالم. كابتن شريف نروح بقى للأحداث الفنية في المباراة ونتكلم عن اللي حصل الشوط الأول واللي حصل الشوط الثاني. زي ما قال الكابتن عادل البداية ما كانتش وحشة، يعني البداية واضح ان زي ما قال الكابتن أسامة في البداية ان المريخ لعب بحرص شوية، ما هاجمش النادي الأهلي من البداية، ما ضغطش عليك من البداية، ولكن انت اللي عملت كده. ولكن هل الجول اللي جه فينا كان سبب كبير في الانهيار اللي حصل دوت؟ بص هقول لك على حاجه، احنا لعبنا المباراه زي ما قال لك عادل كده لغايه الدقيقه 18 كويس طبيعي، حاسين انها هتمشي طبيعي، بس احنا اللي راكبين الجيم. لا انت اللي بتعرف لا مش ده الجيم اللي احنا، واحنا بنقول الفرقه سالتني قبل المباراه ايه رايك في الفريق في التشكيل ده؟ أيوة. ده تشكيل متوازن، تشكيل كويس. بأطرافه كويس. عايزين نعمل عرضيات، ابتدينا نبني الشكل الطبيعي بتاع النادي الأهلي اللي المفروض يلعبوا بيه. احنا ما عندناش الشكل ده حصل، ولو تقدم محمد هاني او تقدم ايمن اشرف ما فيش حالة تعويضية لاي حد بيقف ناحية تانية. كويس. تلاقي ياسر ابراهيم وبدر بنون ده واقفين لوحدهم هما الاثنين، اي ميز باص بيحصل وحستلك على اليو ديانج. أيوة. لو الميز باص بتاعه بيكتر الفتره اللي فاتت دي هيبقى مشكله كبيره علينا قوي. مظبوط. والحاله اللي انت هتعمل كونتر اتاك هم عندهم سرعات، انت بقى عندك فاتح لهم السكه، سيبك من الجوره اللي اتلعبت 10 على 10 وراجل بدماغه في وسط اتنين من عندك بيتفرجوا عليه ويعمل تكوف، هم حتى اللعيبه ما هو ده عدم التركيز والذهن ومش مصدقين ان الفرقه دي هتعمل جيب جون زي ده. لا الواقع اهو، انت قابلت الواقع، قابلت واقع بهدف، ولما جه فيك الهدف قلت عادي انا اقدر اجيب اي هدف في اي وقت والعب اللعب الطبيعي. انت اصلا جسمانيا وذهنيا مش قادر تلعب اللعب الطبيعي اللي يخليك جو، وعندك انذارات حصلت قبل الجون ده ما يخش فيك كذا ان بتوين باص راح عليك لولا الاوفسايد كانت دي كره من ضمن الكرات اللي حضرتك بتقول عليها. ده الهدف الثاني، ده الهدف الثاني، ده الراجل بص واقف فين ياسر ابراهيم. الجون الثاني ده ياسر ابراهيم بيتفرج على اللي هيلعب الكوره. لا هو ياسر مغطي الاوفسايد هنا، ما انا عارف بص الوقفه. طب انا بقول لك على حاجه ثانيه، لا هو يطلع ده هو بيبص على الراجل اللي هيلعب الكره. أيوة. عايز يطلع خطوتين قدام. أيوة. عشان يكشف اوفسايد، يكشف اوفسايد والراجل لسه ما عداش. طب انا خلينا في جول الهدف الثاني دوت. هو المفروض من البدايه تمركز بدر بنون يكون واخد الراجل ده في صدره؟ غلط طبعا.
بص هقول لك على حاجه، وياسر يرحل نفسه شويه خطوتين ويبقى ورا بدر بانون عشان لو كره عدت. طب دلوقتي احنا قبل ما نخلص كذا حل اصلا، بس لما كمل الشيخ قبل ما نقعد ونتكلم خدت بالك كل الكور دي حصلت فينا قبل كده في ماتشات، وقلنا اللعيبه بتعمل ايه؟ تبقى بص على الكوره وسايبه اللاعب. أيوة. ودي برده من احد الاخطاء، انا ببص على الكوره هناك ده تاني وسايب الراجل بتاعي اللي بيعمل كيرف من بيعمل ده بيعمل اوفرلاب للراجل عشان ياخد منه الكوره. كمان يا كابتن شريف الكوره قريبه مش بعيده. لا مش يعني بعيده، لازم تحس بالخطر انت يعني. حصلت قبلها علاء كمان مرتين. انا فاهم يعني، يعني ما كانش عندهم غيرها. احنا دايما بنتكلم على اللي انت بتقوله ده ايه، لما الكوره مثلا تبقى ايه عند ال 18 بتاع الفريق الخصم، انما الكوره جايه على نص ملعبك انت تحس بالخطوره شويه. لا وفي حاجه كمان يا كابتن علاء عايز اتكلم عليها، بص الضغط بتاع محمد هاني. بص كابتن محمد، لا بس 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 هاني، لا برضو هاني مش غلطان. الضغطه دي مش هي، لا مش ضغطه، المكان 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 مش مؤثر ان هو لو ما ضغطش هتبقى فيه مشكله. لا هو هو المسافه مقبوله، ولكن في خطا مركب بين هادي هاني وبدر. طبعا اول حاجه ما ينفعش انا وبدر نبقى مسافه بيننا قريبه بيني وبين الراجل. اول حاجه لا بدر اول حاجه بدر اول حاجه بدر اول حاجه بدر بدر انه ما ينفعش يبقى الراجل الراجل طالما بيحط رجله في الكوره اذا فهو عنده وقت على الكوره، ما حدش ضغط عليه. دي اول حاجه مظبوط. ما ينفعش وانا حد عنده وقت على الكوره اعمل نفسي سباق بيني وبين المهاجم، فلازم بدر كان ياخد 3 متر ورا ولما الكوره تروح للاعيب اروح له. أيوه. لما الكوره تروح له، لكن هو ال 3 متر دي ما تسمحش للراجل يحط في مساحه. ايوه هو الراجل اول حاجه فكر في مساحه لان بدر واقف مع الراجل على خط واحد. أيوه. دي نقطه. أيوه. النقطه الثانيه برده ياسر كان لازم يبقى موجود، طالما موقف بدر كده اهو ما ينفعش يطلع اوف سايد ان بينه وبين الخط يرضى. هو ده بس كده. لا بس هو مركب، بس هو خطا مركب ويشتغل الشغل الطبيعي بتاعه، ياخد خطوتين ياخد الكوره بالظبط. هو خطا خطا بين الاثنين يطلعها بشوطه. ياسر كان المفروض بقى يقرا اللعبه. هو طبيعي خد التفكير العكسي. اي لاعب عنده وقت على الكوره في نص الملعب هحط رجلي طالما في مساحه في ظهري، ما ينفعش ابقى لازق في الراجل، ابقى بيني وبين الراجل لازم ادي مساحه ان انا اقع فجري معاه. عادل لو الظروف سمحت لك. انت عارف ان في غلطه كمان يا كابتن شريف، معلش، بين بدر والراجل المهاجم ده. المهاجم بيجري بوشه. فانا بجري بوشك طبيعي بسرع منك. مظبوط. انا هبسرع منك اكيد بالظبط. مسافه 3 4 متر ورا. هي بص يا عادل، ده لو خدوا كتف هنا في الحته دي ما حدش هيلومه. بعد اذنك يا شريف استنى واحد وليه ودخل نفسي اصلا في مشكله ما ما بيني وبين المسافه. المشكله المشكله كلها في ايه؟ من البدايه خالص من الاول. صح من الاول خالص. بدر بنون مع الراجل ده التمركز نفسه غلط. لازم بدر لو انا صح. لو انا الكره صح والكره هناك على الشمال، لازم الراجل ده بقى في صدره. مظبوط مظبوط. صدره على الاقل وسايب وياسر يتحرك. لو انا مش متفق مع واضح ان هم حتى ما فيش تفاهم بين ياسر وبدر على ان هم يطلعوا اوف سايد، لان ياسر طلع لوحده وبدر وبدر مش موجود اساسا. حتى بدر مش شايف ياسر، بدر بيجري على الكره كده. واللي مستفيد من كل الموقف الغلط ده واحد بس، الفرويد. انه بيجري بوشه وعارف هو رايح فين. مظبوط. فطلوع ياسر ده كابتن شريف هو اللي سهل الامور خالص كلها. يعني انا معاك 100%. اتفضل اتفضل. ده موقف تاني. ده انا مع علاء 100%. استنى بس عشان دي مهمه قوي. حته ياسر ابراهيم دي هو سبب في الجون التاني ده. خلينا الصوره دي، خلينا الصوره دي عايزين نعلق عليها. ده ال 1 2 فاكره. ايوه ايوه بالظبط. اتفضل. الكوره بتاعت ياسر ابراهيم دي خطيره جدا. انا راجل قاعد بتفرج على الكوره وما لقى الكوره عدت. انا مع احترامي لحضرتك انا ما ينفعش شايل الجول ده لياسر لوحده. الجول ده خطا مركب. أيوة. خطا مركب بين الاثنين، يعني ما ينفعش اقول حد بعينه ان هو ان هو عنده مشكله في دي. عادي صح. بس بس عادي رد فعل يا اسامه من ياسر ابراهيم ان هو اللي عمل. بص يا ايمن، عايز اكشف اوف سايد. هو مش اوف سايد اصلا. حتى لو مش اوف سايد، حتى لو مش اوف سايد ما ينفعش بدر بالون يبقى بيني وبين الراجل. ما يتسابش كده ايمن. بص حضرتك لو شفت في فرق سرعات كمان بين بدر وبين الراجل، يبقى لازم مين اللي يغطي. يبقى اول واحد اول حاجه لازم تتعمل ان بدر لازم يكون بينه وبين الراجل السريع ده على الاقل 2 3 متر. بص لما الكره تتلعب له اروح اعمل بريس عليه. بص هو هو الخطا مشترك صحيح. أيه. بس في النهايه في واحد بيبقى شايف الموقف اللي هو بيغطي الخطا الاخير. يس. يعني بدر غلط. أيه. دي حقيقه بدر غلط، لانه الطبيعي بدر ما يبقاش الراجل بينه وبين ياسر في المساحه الفاضيه دي. يعني مفروض بدر يبقى متاخر شويه وقافل على الراجل كده على اساس حتى لو اتلعبت يقفل عليه لبره. بس بدر معرض ان اي لعيب يخطا. اللي في النهايه الخطا الاكبر عنده ياسر. ليه بقى؟ لان شايف الراجل هو بيلعب الكوره. أيه. ومفروض شايف الفرويد وشايف زميله. لازم يروح رايح يعمل عمق شويه كده. حضرتك شرحتها صح جدا. اذا فهو خطا مركب. مركب. ما ينفعش اقول واحد لوحده. لا مش واحد لوحده. طالما خطا مركب يبقى فيه واحد غلط وفي واحد بعد واحد. بص ما ينفعش انا عايز اقول لكم بس حاجه واحده. هو المشكله في الكوره ايه؟ في خطا
تلحق تصلحه. ايوه انا كويس اللي هو خطا بتاع بدر اللي هو بيتكلم عليه عادي. انا متفق معاكم هو في خطأين من الاثنين. الخطا اللي كان ممكن يتظبط او يتلحق اللي هو ياسر. خطا بدر كان ياسر مظبوط، لكن خطا ياسر في الاخر خلص. مفيش خلص. انا عايز اقول حاجه ثانيه كلها في الاخر يا كابتن شريف. انا طبعا على فكره الكلام كله صح يعني، حتى التمركز على بدر طبعا لازم كان يسيب على الاقل يعني مترين ثلاثه لو في سرعه. انا من وجهه نظري ياسر ما كانش ينفع يطلع يخرج في سايد. لا خلاص مش دي هقول لكم حاجه ثانيه بقى. اتفضل. احنا ساعات واحنا بنلعب بيحصل علينا كونتر اتاك في كوره ميس باص اتقطعت، لا بدري يعرف ياخد اسلوب وضع صحيح ان هو يقف جنب المهاجم ولا الوحيد برضو اللي كان يقدر يكشف لي. ما هو اخر واحد اخر حل يعني. انا آخر ممكن حل. اخر حل بلعب معاك دلوقتي وجيت ابصي لك الكره اتقطعت وقفت بقى بنون، ساعتها كانت صح بقى، ساعتها كان غلط. بس هو كان رايح يعمل هجمه. بس يا كابتن هي مش عليه هي بس كابتن دي مش هجمه، مش هجمه مرتده. لا ده واحد عنده وقت على الكوره وانت عامل عليه ضغط اربعه واقف. انت يعني هو الصوره اللي انت جبتها يا سمير لو سمحت. طب نستاذنكم الاول بس بعد 6 على 2 كابتن عادل بعد 6 على 2 قبل ما نكمل كلامنا هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان. من جديد بجدد تحيه بالكابتن ايمن وضيوف الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء المريخ السوداني والنادي الاهلي بتعادل ايجابي بهدفين لكل فريق، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد ظروف صعبه واجواء، ويعني مهم جدا ان انا لما اكون مش في يومي اتجنب الخساره، وشخصيه النادي الاهلي موجوده وانك تلعب لاخر دقيقه. لا يمكن يعني دخلنا الماتش وحش جدا وقدمنا شوط كان صعب قوي بالنسبه لنا وخسرنا 2 وكان ممكن كمان بالبنالتي اللي ضاع ده النتيجه تبقى اكتر يعني، لكن في النهايه يعني قدرت ان انت تخش الشوط الثاني بشكل افضل شويه يعني، وقدرنا ان احنا نحقق التعادل. ايا كان مرحله المجموعات خلاص بتبقى ليها هدف كبير اللي هو الاساسي اللي هو الصعود يعني، احنا حققناه يعني. هنبص بقى في الفتره اللي جايه، في هنستنى القرعه وهنشوف مين اللي هتيجي، لان الموضوع حسم في مجموعتنا حسم خلاص، بتكلم على اول وتاني يعني مين اللي هيبقى في طريقك بقى في المجموعات التانيه. هنستنى القرعه بتاعتنا، لكن عندنا مباراه مع سيمبا برضه عايزين نشوفها بشكل كويس، عدد كبير من اللعيبه عايزين نخشها بشكل كويس، ثم مباراه الكاس ومباراه الزمالك في الدوري باذن الله. كابتن سيد يعني دايما ما بتخلقش مبررات، لكن واضح من صوت حضرتك انت غير راضي عن الاداء. حققنا هدف اللي هو الصعود، لكن يعني مش هنقول النادي كان الكره. بص الكره كل يوم بتدي لك نفس الدروس يعني، كل يوم نفس الدروس، ما فيش حاجه بتتغير في المنهج، هي يعني هتخش دايما محترم الخصم وبتقدر وتلعب بشكل كويس قوي ومستعد كويس، وهتبقى لك شخصيتك وليك تواجدك يعني. فدرس برضه في الكوره تمام، لكن يحسب ايجابيا ان انت بترجع بره ملعبك وانت خسران 2-0 بترجع، وكان ممكن كمان لو في وقت شويه كنت ممكن تتغير النتيجه كده، لكن في النهايه خلاص مباراه بتنتهي بحلوها وبمرها، هدفك الكبير اتحقق. كنت بتتكلم على ان انت تتصدر المجموعه، لكن انا بشوف في البطولات الافريقيه والبطولات الكبيره يعني دايما يعني المباراه بحالتك يعني ايه بحالتك؟ يعني النهارده ممكن تبقى حالتك ما كانتش كويسه، كنت ممكن تخسر وتخسر زي ما حصل في الشوط الاول، ممكن تبقى بتقابل تيم كبير جدا وحالتك كويسه جدا والامر بالنسبه لك بيبقى عادي يعني. السنه اللي فاتت خرجنا برضو او صعدنا من نفس الملعب ده لعله يكون فال حسن ان شاء الله الرحمن على المجموعه الثانيه، وكنا الثاني برضو. وفي 2013 يعني كنا بمجموع نقاط 11، مش عارف ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون في اخر ثلاث بطولات خدناهم، ثلاث بطولات كنا وصلنا في دوري المجموعات للرقم 11 يعني. السنه اللي فاتت في 2020 وفي 2013 برضه وفي 2012 هو فال ممكن يبقى حسن ان شاء الله الرحمن، لكن في النهايه اللي عايز ياخد بطوله افريقيا بالتاكيد هيقابل فرق كبيره ولها تاريخها ولها مكانتها في بلادها يعني. اقفل الصفحه ومن اول السطر وهنخش على مباراه سيمبا بشكل مختلف وشكل جديد يعني ان شاء الله، وفي نفس الوقت تستعد بقى المرحله يعني هتبقى واخده الشوط اقوى او فتره اطول في الدوري والكاس يعني. كابتن سيد يعني من وجهه نظرك الفنيه شايف ان توقيت الهدف الاول للنادي الاهلي اتاخر شويه، كان في كوره في بدايه الشوط الثاني لمحمد شريف اعتقد لو النادي الاهلي احرز من هدف كانت غيرت شكل الشوط الثاني. بص يعني ممكن في المباريات بيبقى في نقط تحول، لكن في النهايه زي ما قلت لك يعني ممكن تجيبوا الجول ده ولا قدر الله كان ممكن يدخل في الجول على حاجه ثانيه يعني، لكن ممكن لو في خمس دقائق كمان يعني ممكن تكسب يعني. مش عايز اتكلم بقى خلاص على المباراه، انا قدمنا شوط وحش جدا، الشوط الاول وحش جدا جدا جدا، قدرنا
ان احنا نرجع الشوط الثاني بشكل احسن وتعادلنا يعني. لكن ايا كان الوضع انت صعدت وهتبص على المواجهات اللي جايه يعني، هتقابل بقى مين، هتقابل استعدادك لها ايه، لسه فيها فتره عندنا تتكلم في شهر 4 ما فيش حاجه خالص في شهر 4 غير باستثناء مباراه سيمبا، ثم في مايو بقى دور الثمانيه ان شاء الله. كابتن سيد، دايما تصريحاتك وقوه الدفع الابتدائي للاعبين بتبقى مصدر دفع قوي جدا بعد مباراه سيمبا، قلت احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف دوت، لكن احنا قادرين ان احنا نطلع منه. النهارده بتصعد رسمي، الفتره اللي جايه هتقول للعيبه ايه، خاصه داخلين على مرحله ادوار اقصائيه. بص انا برضو زي ما قلت لك ما بحبش افكر في رقم 3 وانا لسه ما عدتش على رقم 1 و2 يعني. نخلص سيمبا يعني، نقفل المجموعه بتاعتنا كده يعني، لسه ذات اهميه. طبعا يعني فيها ليها معاني شويه برضو، عايزين نحققها ولينا وجوه برضو عايزين نشوفها اكيد يعني كجهاز فني يعني. لكن خلينا بقى ننتظر لحد مباراه سيمبا ما تخلص كده، ثم نقفل الملف الافريقي مؤقتا يعني، ونستعد للملف المحلي سواء كان دوري او مباراه النصر في الكاس ان شاء الله. كابتن سيد بنشكرك، بنقول مبروك على الصعود وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا جزيلا. شكرا كابتن ايمن. لقانا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب اللقاء بتعادل ايجابي ما بين الاهلي والمريخ بهدفين لكل فريق، وصعود النادي الاهلي رسميا برفقه سيمبا الى دور الثمانيه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. هو اللقاء كان مع كابتن سيد عبد الحفيظ مش مع كابتن سامي مصان، وواضح ان الكابتن سيد غير راضي على الاداء، ولكن النتيجه والتحول في النتيجه نفسها من 2-0 الشوط الاولاني ل 2-2 ده يعتبر حاجه ايجابيه، وانك انت تكون متاخر بهدفين الشوط الاولاني وكان الاداء مش على المستوى اللي احنا منتظرينه، وترجع للمباراه 2-2 وهو زي ما قال لو في وقت كمان كان ممكن النادي الاهلي يكسب، فهي دي الايجابيه اللي احنا طلعنا بيها المباراه. الايجابيه الثانيه اللي احنا طلعنا بيها ان الحمد لله رب العالمين مفيش اصابات النهارده، مفيش انذارات، مفيش طرد النهارده. الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى شغل تاني، هيبقى تاهيل وتحضير للفتره اللي جايه اللي هي هتبقى اصعب بقى، هتبقى اصعب لان انت كمان في حاله الاجهاد ديت وفي حاله المباريات المتتاليه سواء اذا كانت في الدوري المصري وكانوا المجموعه اللعيبه الدوليين اللي راجعين لنا من المنتخب، لازم يبقى في حته الاستشفاء، لازم يبقى في وقت للاستشفاء. فالفتره اللي جايه هيبقى فيها شغل صعب وشغل كتير بره الملعب وجوه الملعب. كابتن شريف، عايزين بقى النهارده نتكلم بعد نهايه المباراه خلاص سيبنا بقى من الكلام الفني، عايزين نتكلم عن الدروس المستفاده زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ في اللقاء. الدروس المستفاده ان احنا لعبتنا كلها بتلم بعضها يعني، هم اولا واخيرا حتى لو حصل اي تصرف او اي حاجه في وسط من كابتن فرقه للعيب اي حاجه، لازم كله بيحتضن بعضه. دلوقتي احنا راكبين الطياره وراجعين على مصر بالسلامه ان شاء الله، الشم اللي بيتلم تاني وبنتكلم بعض بهدوء بقى، يمكن ساعه المباراه بيبقى في حاله عصبيه اي حاجه. مدير كره والمدير الفني وكل الجهاز بيخش مع اللعيبه ويشوف الحاله الجسمانيه بتاعتهم، الحاله البدنيه، يبقى في شرايح، في كل واحد بيقعد مع كل خط هجوم، خط وسط ملعب، لازم الناس تتكلم مع بعض. انما اصلا واولا واخيرا اللعيبه هي اللي بتبقى مع بعض، اللعيبه لازم تبقى كلها حاسه بالموقف اللي احنا شفناه النهارده. فانا بتمنى باذن الله كعادتنا يعني ان الدنيا كلها بتقعد مع بعض النهارده، ان المشهد ده اللي احنا شفناه دخولنا في المباراه بهذا الشكل، ونتعلم السلبيات ان احنا ادام ما بنتاخر عند احراز هدف بيحصل لنا اللي بيحصل ده، ادام عايزين بطوله لازم بقى لنا تصرف تاني، لازم بقى لنا انتشار تاني، لازم بقى لينا لعب تاني. ما تبقاش حصل تحصل وانت واقف جهاز فني بره كده او بتتفرج تحس ان مش دي فرقتك. لا، فرقتي لازم انا كمدير فني اولا اكون بعدها نفسيا انا طالب ايه في الملعب. ولازم يحس، كنا بنتكلم انا وعادل وعلاء واسامه وانت، لازم يبقى في بديل واثنين وثلاثه حاسس ان انا مش الاوحد في الملعب. لا، لازم المنافسه تبقى مشروعه للفتره اللي جايه دي، وكل واحد يبقى جاهز قدما وساق للبطوله. انت بتقول لي عندي بطوله دوري محليه، عندك كاس، عندي افريقيا، عندي سيمبا، عندي سيمبا، عندي حاجات كتيره قوي باخدها، واحنا متعودين على كده. هو ده النادي الاهلي، اللي عايز يلعب في النادي الاهلي لازم يعرف ان كل يوم بيبني لنفسه مجد، والسوبر الافريقي كمان، والسوبر الافريقي انت كل يوم بتبني لنفسك مجد، مش كل يوم بتحاول في بطوله، لا لا لا، انت بتعمل لنفسك مجد. انت ما شاء الله عندك اداره بتوفر لك جميع الامكانيات انك انت تبقى في النجاح، في الصوره الكبيره، في الجوائز، اسمك بيتشطر بيه التاريخ كله. دي لاخواتي اللعيبه، الباقي بقى كل واحد في الجهاز الفني عارف ايه المطلوب منه يعني. كابتن علاء، زي ما قال الكابتن شريف، الفتره اللي جايه
لازم تضافر كل الجهود سواء الجهاز الفني واللعيبه اللي بتنزل الملعب. احنا اتعودنا في المواقف الصعبه ديت اللعيبه بيبقى ليها دور كبير شويه عشان اللعيبه الكبير بالظبط. الفتره اللي جايه لم الشمل يحصل ازاي من اللعيبه؟ لا بص يا من اول لم الشمل وال يعني كلام كبير، لكن احنا مستغربين بس الموقف نفسه. لكن انا شايف الموضوع سهل جدا مفيش مشكله خلاص، يعني انت خرجت من الملعب دايما الملعب حتى لو حصل حاجه في الملعب بتخرج من الملعب الموضوع اتنسى تماما. اي حاجه بتحصل في الملعب في الاخر احنا كلنا خايفين على الفريق، خايفين على النادي الاهلي، هو ده اللي بيحصل. وكنت بتكلم بقول لك جرس انذار بدري شويه. أيوة. النهارده حصل الحمد لله انه حصل، والخسائر مش كبيره، اتعادلت وحتى التعادل اهلك ما فيش اي مشكله خالص رغم ان انت مش في حالتك خالص في كل الاحوال، لكن تقول الحمد لله تبدا خلاص النهارده المباراه انتهت، تبدا بقى تاخد السلبيات. دايما نجاحك في انك انت تصلح سلبياتك او مشاكل السلبيات الكتير اللي حصلت النهارده. اولا اللي انا ضامنه يا ايمن ان عمرك ما تشوف النادي الاهلي في كم بالسلبيات او كم الاخطاء اللي حصلت النهارده. يعني احنا اتكلمنا كتير قوي بس احنا بنتكلم على اساس انت دايما من حبك ان انت عايز تشوف النادي الاهلي دايما في احسن حال، عايز اخطاء قليله جدا دايما الواحد حتى لو بعيد عن النادي، لكن انا بحب اشوف النادي الاهلي بتفرج. ممكن اكون اتضايق عشان في اخطاء كتير، ما تجيش من النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير دايما كبر النادي او حجمه ببطولاته بلعبته لما تشوف كده اما تلاقي الاخطاء قليله قوي، اخطاء اداريه بسيطه جدا، اخطاء في الفنيه بسيطه جدا، عشان كده انت مكمل دايما اخطائك تقل فانت بتنجح. ايوه النهارده اخطاء ماشي، وكان كابتن سيد بيتكلم والناس كلها النهارده مفيش حد في جمهور النادي الاهلي كله متفقين كلنا النهارده مش معجبين بالاداء. أيوة. لكن في الاخر تقول الحمد لله طلع التعادل. تعادل ما خسرناش الحمد لله، التأهل وصل الحمد لله وكويس. زي دايما بقول حاجه ايمن الحمد لله الحاجات دي بتحصل الوقت. دايما لما الحاجه بتحصل في اولها تقدر تعالج. مظبوط. يعني ممكن حصل ده لا قدر الله في مباراه مصريه. صحيح. اللي هو ما عندكش خروج. زي ما بنتكلم على هدف الثاني بنتكلم على مين اللي عنده خطا اكتر. أيوة. لكن الحمد لله حصل النهارده مجموعات كويس قوي، انا متاهل، تفكير يختلف، عندك وقت كويس قوي للراحه، الضغط اللي حاصل على لعيبتك اذا كانت الدوليه واللعيبه المحليه ومطالب على طول بمكسب هتهدى شويه. صحيح. السلبيات النهارده اكيد مستر موسيماني والجهاز المعاون بتاعه اكيد كابتن سيد هيتكلم، اللعيبه الكبيره اللي انت بتتكلم عليها دورها طبعا لما بيحصل حاجه متعودين من زمان قوي ان اللعيب الكبير او اللعيبه الكبيره تقعد بتتكلم بتجمع الفرقه تاني. صحيح. عظمه وكبر النادي الاهلي يا ايمن مش في الكره اللي في الملعب. لا بره الملعب. صحيح. هو دايما النادي الاهلي يعني اسره واحده، دايما احنا اسره واحده دي بنقولها بنسمعها طول في النادي الاهلي في كل الالعاب على فكره. صحيح. وفي حاجه اسمها اسره النادي الاهلي موجوده. صح. فانت ده تفوقك حبك وتجمع لعيبتك ودايما يعني احنا ايد واحده في كل حاجه، هو ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي كبير عشان كده تحصل زي ما تحصل. النادي الاهلي ما بيحصلوش هزه. صح. ممكن تحصل هزه المباراه، لكن انا متاكد النهارده زي ما كابتن شريف بيقول اللعيبه خلاص خرجت ركبوا الطياره يرجعوا ان شاء الله بالسلامه مصر. بص اللي جاي بالظبط والموضوع انتهى ومبروك للمره الثانيه، مبروك التاهل كمان النهارده باذن الله وعقبال البطوله ان شاء الله رب العالمين. تعالوا نروح مع بعض نشوف احصائيات المباراه وكابتن اسامه هنتكلم سريعا على الاحصائيات معانا اهي. نسبه الاستحواذ للنادي الاهلي 59% والمريخ 41%، التمريرات الصحيحه 335 من 426 او 36 مش شايف قوي ده 355 من 436، والمريخ 214 276. نسبه التمريرات الصحيحه للنادي الاهلي 82% والمريخ 78%، التمريرات الطوليه الصحيحه 18 من 34 للنادي الاهلي، 32 من 45 لنادي المريخ. يعني كل الاحصائيات حتى بالاداء اللي احنا مش مقتنعين بيه. نكمل كمان يا كابتن اسامه، الالتحامات الهوائيه الصحيحه احنا 17 من 35، المريخ 18 35 في تساوي، تصويبات على المرمى هنا 5 من 11 نادي الاهلي، المريخ 3 من 10، العرضيات الصحيحه 6 من 17 للنادي الاهلي و0 من 4 للمريخ السوداني، الركنيات 6 للاهلي و4 للمريخ. يعني رغم زي ما بنقول الشكل اللي احنا مش راضيين عنه، لكن معظم الارقام صالح النادي الاهلي، ولكن انا تملي بقول
مهما الكمبيوتر بيقول مهما المحللين بيقولوا في رؤية العين بتاعت المدرب والجماهير والفنيين. أحيانا ممكن أنت بتشوف نسبة تمريرات صحيحة أكتر من المريخ، ما قصدي من النادي الأهلي في مباراة زي النهاردة، لكن نسبة الخطأ برضو في التمرير كتير على لعيبة النادي الأهلي. يعني أيوة. لما تحسب نسبة التمرير الخطأ في فترة من اللقاء وبالذات في الشوط الأولاني وجزء من الشوط الثاني، بتلاقي لعيبة كتير من النادي الأهلي ماشية بالكرة وتروح مبصيها لفرقة المريخ، عايز يمر من واحد مش عارف يمر. ما دي بقى حاجات نظريا الكمبيوتر أو اللي بيعمل الإحصاء ما بيقدرش يجيبها زي النظرة الفنية. هي كل المجمل الكورنر احنا عدد الركنيات احنا اكتر، عدد التصويب على المرمى احنا اكتر، عدد التمرير الصحيح احنا اكتر، بس تقريبا زي ما قال الكابتن علاء برضو في الالتحامات الهوائيه بتبين شويه، يعني احنا تقريبا فقدنا اكتر من 50% من التحامات الهوائيه. ما انا بقول لك حتى انت في التغييرات بتاعتك ساعات جدا ممكن الكمبيوتر يجي يقول لك مثلا ده مرر 20 كره صحيحه من 25، وده مرر مثلا 10 كور صحيحه من 30، يعني دي نسبته اوحش. بس انت رؤيتك بنظره العين المجرده كمدير فني بتشوف ان لا، تبقى على اللي هو غلطان اكتر، لان ان ممكن يكون بيعمل تمريرات مؤثره صحيح. اكتر التاني بيعمل تمريرات سطحيه او بسيطه، ممكن واحد يكون انت شايف انه ممكن يعرف يجيب لك جون مستوى وحش، بس انت حاسس انه ده يقدر يجيب لك جون، ممكن يكون واحد احسن منه طلعته من الملعب. فالاحساس بتاع ال بص يا كابتن، دي الكره اللي اعتقد اللي هي كتات وخد ال1 2 ما احنا زي ما قلنا، زي ما جبنا كره الهدف الثاني تمريرات كتيره مش مظبوطه. يعني العدد هنا 4 5 كمان ديانج كمان جاي من ورا 5 على 2 بس كله توقيته القرار انه 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 يدخل يقطع الكره او يضغط مش مظبوط. التمركز في اوقات معينه مش مظبوط. يعني ياسر ابراهيم في الجزئيه دي زي هدف الجون الثاني اللي احنا جبناه كان لازم يبقى مقرب اكتر من كده كله عشان يقفل. اسامه عارف اسامه في حاجه كمان، في حاجه غريبه جدا في اللقطه دي. اللعيبه كلها وشها على الجول. مظبوط على الشناوي. لا مبدئيا ما ينفعش. صحيح. مظبوط. لو حياتك كابتن كلمه كمل. فرقم 35 اللي هو اللعيب الاجنبي دوت عمل 1 2 مع 9 اللي هو نجم المباراه سيف تيري رقم 9. ايوه. ضرب 4 وكمان ديانج جاي من وراهم 5 في لعبه واحده اللي هي ال 1 2. ايوه. يعني بسيطه جدا، المفروض تتقطع من بدري من الضغط من السوليه. وايمن لسه ما دخلش في الكادر. وايمن ما دخلش في الكادر. أيوه. ايمن لسه ما جاش في الكادر. وبنون المفروض كان يضغط كويس، ياسر ابراهيم كان المفروض يقرب من الاول. أيوه. فهي طبعا ده كله زي ما احنا شفنا حالات كتيره كده اثناء اللقاء، عشان كده قلنا بعد الجون الثاني رغم اضاعه ضربه الجزاء الحمد لله ان في كور زي دي ما جاش فيها الجون الثالث. كانت المباراه ودي دروس مستفاده برضو طبعا تنفعنا الماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. اكيد الجهاز الفني هيعمل على تلافيها طبعا. ما هو انت كل مباراه سواء انت بتلعبها كويس او فيها اخطاء كتيره او اخطاء قليله، انت بتشوف المجمل اللي انت وقعت فيه من الخطا بتصلحه، الكويس بتزود عليه. فطبيعي انه اي مدير فني او جهاز كامل بقى، عشان مش المدير الفني بس، بيقلل من اخطائه وبيزود من الايجابيات اللي عنده. دي من الحاجات النهارده احنا قلنا خط الظهر وبالذات قلبي الدفاع كانوا في حاله غريبه جدا. بدر وياسر كانوا رغم ان هما الاثنين جابوا الهدفين التعادل، لكن كانوا في حاله غريبه مش في الحاله الطبيعيه بتاعتهم. واداء جماعي يا كابتن اسامه، يعني الاداء الدفاعي طبعا الدفاعي الجماعي مش مظبوط جيد كلهم. يعني حتى الكره دي لو حياتك لو جابوها لنا تاني من الاول حتى الصوره بدايه الكادر التمركز بعيد جدا، مسافات مظبوط مسافات بينهم بين كل حوالي 20 متر وهم كانوا اثنين وهو رقم كبير جدا يعني وفي ناس ما دخلتش في الكادر. يعني لو جابوا لنا لو جابوا الصوره تاني من اولها، لا تمركز جماعي هو مش فردي. يعني مثلا مش بدر واقف في حته وياسر واقف في حته او هاني، لا تمركز جماعي غلط. الاماكن دي لازم تبقى مقفوله، في قوه في شراسه، وبعدين لازم في ملعبك ما يخليش لازم نص الملعب يقفل شويه. يعني بص مسافات المسافه دي حلوه جدا لو فين بقى، لو انت شيب دفاعي والكره ناس في نص الملعب ده مسافات معقوله الى حد ما. يعني مثلا لو انت بتحضر المسافات دي معقوله جدا،
لكن انت هاني لازم يكون واخد له 3 متر جوه، يعني في الكرة دي كده لازم هاني يكون واخد 3 متر جوه، ايه تطلع الكرة بره مش مشكله. يعني هاني كان لازم يبقى تمركزه كده في البدايه، يعني قبل ما تخش الكرة كده جوه يبقى واقف جوه، هتطلع الكرة بره هطلع على الراجل مفيش مشكله، عندي وقت اطلع على الراجل. ياسر كان لازم يقرب، ايمن كمان كان لازم يقرب، ان ما ينفعش الكره تتلعب ويبقى في مساحه عندي فاضيه، ما ينفعش يبقى عندي مسافه فاضيه في ديانج. اوكي ساعات يا كابتن في التمرين انا ممكن اعمل 8 ضد 4، يعني كل المدربين الناس يعني الكباتن اشتغلوا طبعا تدريب على مستوى عالي جدا وكانوا موجودين في النادي الاهلي، لو جبت 10 ضد 4 مش سهل تجيب جول، الاربعه دول لو متمركزين صح لو متمركزين كويس مش سهل تجيب جول عليهم، حتى لو من غير ديفندرات بتمركز جيد ان هم يتحركوا مع بعض، لكن الجول في حاجات جوه الملعب من الوجوه لا الكلام قليل. اه برضه نفس الشيء هو كلها يعني دي حاله برضو تانية كل تمركزات، فاحنا مهم جدا مين اللي راجع الفرق الكبيره ده؟ مهم جدا تدافع كويس تدافع كويس عشان تعرف تكسب. صحيح مهم جدا تدافع كويس، انت لو دافعت كويس تكسب بالظبط، المكسب مش ان انا اعرف اهاجم بس كويس، لا صح. ادافع كويس وبعد كده اعرف لما تكون الكره معايا عندي بقى حلولي، عندي بص كل الحاجات مساحه فاضيه. احنا ليه وشنا للملعب؟ لان احنا سابين مسافه كبيره في ظهرنا نشتغل عليها، لا بنلعب زون لا بنلعب زون، ومش هقول لك بتلعب ديب يعني الدفاع عميق قوي، بس واقف على الاقل قدام ال 18 مثلا ب 10 يارده، ولا بتلعب ضغط عالي وانت بتاخد السرعات اللي في ظهرك، فانت تحس ان لا يعني في حاجه ناقصه. التحليل كتير قوي كمان، ايه التحليل يعني عشان المسافات كبيره. طول ما المسافات كبيره مسافه الضغط اكبر صعب ان انا اعمل ضغط. ايوه بس ومواقف كتير مكرره لا كنت ممكن تشتغلها احسن بشكل احسن من كده. طب هو الفتره الجايه كابتن عادل هيبقى عندنا مثلا سيمبا كمان 5-6 ايام، وبعد كده النصر في الكاس، وبعد كده تقريبا كل 3 ايام مباراه. مستر موسيماني هيتعامل مع اللعيبه ذهنيا خارج الملعب وبدنيا، لان في ناس واضح انها مرهقه طبعا جوه الملعب، هل في ظل الضغط المتتالي للمباراه ده هيبتدي يريح لعيبه ويدخل لعيبه؟ ده اجباري. طب ماشي، هو داخل على مرحله صعبه ان في ماتشات عايز يكسب برضه. ماشي ما انا لازم احضر البديل اللي يخليني، هو ده كنا بنتكلم عليه بقى بتاعت الدوافع، لازم يكون عندي اللعيبه اللي موجوده، لازم احضرها، لازم احضر لعيبه. قال لك ماتش الزمالك بعد كده كمان قريب، ماتشين ماتشات ورا بعض مؤثره طبعا، ماتشات مؤثره. والماتشات دي خلي بالك انت لازم تحسب لها حاجه ثانيه، انت عندك سوبر افريقي في وقت لازم تحضر له من دلوقتي. يعني انت ممكن توصل تلعب كويس جدا الكيرف بتاعك يعلى لغايه اول 5، وتيجي في اول اسبوع في 5 تلاقيك وقعت، المنحنى ينزل، المنحنى بتاعك ينزل، وتلاقي مثلا عندك كم اصابات ما تلحقش ترجعهم لغايه يوم 25 او 26. فدي نقطه برضو لازم تبقى عامل حسابها، لازم تبقى عندك التحضير لنهايه السيزون من دلوقتي. لنهايه السيزون من دلوقتي لازم تدخل في عناصر، لازم تدخل عناصر، لازم تدخل بدم جديد. الناس اللي موجوده في النادي الاهلي انا شايف ان كل الناس تقدر تادي بشكل كويس، مش هيديك المردود 100% بتاع الاساسي بس لما الماتشات بتجيبه، لما يلعب ماتشات كتير هتلاقيه اداك مردود كويس مع التدوير بشكل في ابقى مركز مين هيدخل في المكان ده يديني 60 او 70% مع معظم اللعيبه الثانيه. صحيح بالذات الحاجات دي في التلت في نص الملعب والتلت الاخير، لان هم دول اكتر ناس بيتدور فيهم. المدافعين تقدر تدور بس بنسبه اقل شويه، لان هم برضو المجهود بتاعهم مش زي المهاجمين اللي طول الوقت عايز يشتغل على المرمى، عايز يبقى عندك فرص كتير، عايز تكسب طول الوقت، فالتدوير بيبقى في التلت الاخير. واهم ناس اهم مكانين دلوقتي في النادي الاهلي لازم يتحقق لهم حلول هم باكيين الطرف. ان الاربع خمس سنين اللي فاتوا كان عندنا مشكله كبيره جدا جدا في قلبي الدفاع، انا شايف دلوقتي قلبي الدفاع الى حد ما في عندك عناصر كتير كويسه، باكين الطرف الحلول بتاع البدائل بتاعتهم مش متوفره احسن حاجه، فانا شايف ان لازم كمان ماشي. طاير منك باكين بالظبط شطين بالظبط يعني. لازم كويس. تخلق بس الحلول بس انت الفتره اللي جايه انت هتكمل باللعيبه اللي موجوده. انا ما بقولش اجيب حد انا اخلق البدائل وانا موجود وانا شغال انا ما بقولش اجيب حد خلاص هو السيزون. وبعدين مش كل الحلول انا اشتريه طبعا، ما انا ممكن يبقى عندي لعيب ما بياخدش ماتشات كتير ابدا افوقه. يعني ما فيش شراء اصلا. لا طبعا ما فيش شراء، هنتكلم على اللي موجود. لازم يبقى في بدايل تشيل دلوقتي، تديها ثقه انها تبقى موجوده وتاخد ماتشات، تشيل ماتشات عشان اللعيب الاساسي لما تيجي تحتاجه هتحتاجه بال100% بتاعته. ما يبقاش عندك لعيب اساسي مش عارف يديك ال100% واللعيب البديل بتاعه هو مش هيديك ما في مان، هو بيلعبش بالظبط. لا وفي احيانا زي ما قال الكابتن علاء مثلا في قبل المباراه، ان مثلا لو احنا اتكلمنا او كابتن اسامه بنتكلم مثلا على احمد رمضان بيكهام،
هو احيانا بيلعب في غير مركزه. تمام. فانت التوظيف خلي بالك كمان توظيف اللعيبه اذا كانت دي مسؤوليه مدير فني، توظيف اللعيبه نفسها حسب امكانيات اللعيبه اللي عندك. ما ده طبيعي، ما مدير فني هو اللي بيرجع ده في الاول كل حاجه. التوظيف ده لمين؟ للمدير الفني. شايف مين احسن ناس؟ يعني بيكهام لعب باك رايت، اكرم توفيق لعب باك رايت في ماتشات، انا محتاج مين الماتشات اللي انا محتاجها مين؟ النهارده مباراه احيانا في افريقيا بتلعب في ماتشات في افريقيا بتلعب اتنين باك، الباكين الطرف بيدافعوا بس. أي. عايز اتنين دفاعيا بس. أي. في وقت من الاوقات جوزيه كان بيبقى عنده لعيبه بيلعبها في الماتشات الهجوميه والماتشات الدفاعيه بيروح مديك واحد يوقف، انت واقف هنا دي شغلتك. كان بيستخدم شريف عبد الفضيل ساعات، حسين الشحات. حسين الشحات كان بيلعب باك رايت، تقدر تبقى في تنوع الماتشات اللي عايزها. حسين الشحات اصلا كان باك رايت، كان باك رايت بس حسين عايز ظروف معينه يشتغل لا فيها. لا لا يعني لا. لو بتلعب ب 3 5 2 لو بتلعب 3 5 2 حسين شحات ده يبقى عندك ورقه قدامه طاهر محمد طاهر، ولا في ناس كتير تتوظف بشكل مختلف. انت تخيل جابها في حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين، او معاه محمد شريف مثلا، كويس في طريقه الاسلوب اللي انت بتتكلم عليها 4 4 2 دي او حاجه زي كده بتمشي، بس او 3 5 2 على حسب المنافس يا كابتن وعلى حسب انا محتاج ايه. وممكن تجربه جوه الجيم اوقات كتير جدا وليد سليمان في ماتشات في افريقيا وفي الدوري كنت بقى خسران وبتلعب وليد سليمان باك ليفت، كابتن علاء حضر وبتحتاجه وبيأدي بشكل كويس جدا. على حسب الخصم، من ايام بركات وبركات بيلعب باك رايت، على حسب الخصم. هو لازم يكون في لعيبه في وسط ال 25 او ال 30 بيبقى عندهم مرونه تكتيكيه زي ما بيقولوا، اللي هو بيقدر يلعب من في كذا مركز. كلنا اتوظفنا كده. لا انت اوقات بتشتري لعيب عشان بيلعب اكتر من مركز، يعني مثلا بقى عندي اتنين لعيبه مظبوط يقول لك لا انا عايز اللعيب اللي ممكن لو احتاجته في مركز يديه كويس ممكن يبقى الثاني احسن كمان، لكن يقول لك لا انا عايز اللعيب لما احتاجه اكتر من مركز. أيوه. وده على فكره على دي الاقل بسبعه ثمان لعيبه مش فلسفه شيرة في العالم مش صدفة. كله مش صدفه، لا مش صدفه خالص. دايما بفكر في اللي انا هستفاد منه. أيوه. النهارده مثلا بنتكلم على في مثلا مشكله زي كابتن شير بيتكلم على باك ليفت عندنا علي ومحمود. أيوه. دايما بفكر في اللي جيت في المكان ده. صحيح. عشان كده في كل انديه، مش هنا مش في مصر، كل انديه العالم بتدور على دايما فيهم نسبه لعب. في الموجودين لازم يكونوا بيعرفوا يجيدوا لعب اكتر من مرة. دي رؤيه جهاز فني طبعا. هقول لك حاجه ايمن، ما بتحصل في ماتشات بيطلع باك رايت وفي حسين الشحات بيرجعه قدام وبينزل فيرود اوقات بتبقى انت مضغوط فيها مظبوط، زي ما انت جازفت النهارده عملت ريسك شويه بقفشه ووليد بتحصل ولا يعني بتحصل وبتتنفس وهو كويس مظبوط، وراجل بيبقى عنده كارج وبيطلع وبيزود لك وبيعمل عرضيات. ان شاء الله نعدي الفتره الجايه على خير وباذن الله الشكل يتغير وترجع لنا كمان عروض النادي الاهلي بجانب الانتصارات. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي والنجم الكابتن عادل مصطفى. منورنا. مبروك للنادي الاهلي طبعا، ودايما نقول مبروك كده، وان شاء الله باذن الله في المباريات القادمه نصعد ونمر من الفتره اللي جايه كابتن. بحيي النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني خاصه كان فيه الدوافع وكان فيه الشخصيه النهارده كانت موجوده، وانك انت ترجع وتجيب هدفين ده طبعا انجاز كبير جدا للاعبين داخل ميدان اللعب. قبل ما نروح للحكم كابتن ايمن هسال سؤال الاول لحضراتكم، يعني بشرككم معايا في السؤال. حضرتك كنت حكم الاول، هل من واجبات ودور الحكم فقط احتساب المخالفات الفنيه؟ دي القانون قال له كده بس، ولا هناك واجبات ثانيه اخرى يجب على الحكم ان هو
يشتغل بيها في الملعب. لا طبعا في هناك واجبات ثانيه. بالظبط كده. هتكلم في عنصرين مهم جدا جدا ودي يمكن في صلب القانون نمره واحد. كابتن شريف يقول لنا احنا كحكام يجب انك انت توفر البيئه الامنه الصالحه للاعبين داخل ميدان اللعب. بمعنى ايه؟ كابتن شريف النهارده انت كنت موجود بتلعب النهارده. فانت اول لعبه بص تلاقي المنافس بيجي يروح لعب معاك بتهور مره والثانيه والثالثه، انت بتخاف على نفسك وبالتالي في اشتراكك مع المنافس بتبقى خايف. انت النهارده كحكم دورك انك انت توفر البيئه الامنه والصالحه كابتن عادل للاعبين داخل الملعب. لو احنا لاحظنا الشوط الاولاني هتحس ان هناك اخطاء تم ارتكابها كتير من لاعب نادي المريخ. هو ده اسلوب لعبهم على فكره، هو ده اسلوب لعب صح فريق نادي المريخ. بس انا كحكم هنا دوري بقى ايه؟ هو دوري ان انا احاول احمي النادي الاهلي داخل ميدان اللعب. حسينا النهارده النادي الاهلي النهارده اللعيبه مش متخايفه، ولكن النهارده كل الالعاب اللي دخلت اللاعبي المريخ النهارده في بطاقات اللي هي حتى العقوبات الانضبابيه ما كانتش تتوافق مع الاحداث اللي حصلت النهارده. هروح لي بالتحديد الدقيقه 27 مع لاعب نادي المريخ اللي هو المهاجم اللي هو رمضان عجب تقريبا في مخالفه مع ايمن اشرف. صح كابتن شريف، انت لو هنا معايا الحاله كابتن علاء، هذه الحاله بنقول عليها لعب عنيف. ان انت بتعمل تاكلينج مش على الكوره. يعني لو معايا الحاله النهارده، لا بنتكلم النهارده دي مش اقصى درجات تطور، انا كنت ممكن ترتقي للبطاقه الحمراء. النهارده اللاعب لعب عمل تاكلينج على الانكل في اللاعب ايمن اشرف، دي حاله من ضمن الحالات اللي احنا بنقول النهارده ايه؟ كان يجب على الحكم النهارده كابتن ايمن ان هو يوفر الحمايه للاعبي النادي الاهلي، بحيث ان النادي الاهلي النهارده خايفه من اللعب الخشن واللعب اللي فيه عنف من فريق المريخ. هتكلم في جزء ثاني مهم جدا. هو انا النهارده كحكم دوري ان انا احافظ على الوقت بدل الضائع للفريق الاقل المغلوب. مش دوري النهارده انا كابتن علاء ده انا بضيع الوقت. النهارده حكم المباراه هو اللي بيضيع الوقت، وهقول لك ازاي بيضيع الوقت. النهارده في الدقيقه 77 انت اشهرت البطاقه الصفراء لحارس المرمى محمد المصطفى حارس مرمى المريخ. اوكي يعني انت بتدي له البطاقه الصفراء عشان خاطر هو اضاع الوقت في المباراه. من الدقيقه 77 نفس الحارس وهو يكرر اضاعه الوقت كابتن ايمن. انت معايا؟ صح. وما ذلك وراح له برضه. راح له بالظبط. طب انا النهارده انت النهارده انا اروح له ليه؟ مزبوط. انت قبل ما اشهر البطاقه ممكن اروح له. صح. طالما اشهرت الصفرة عشان اروح له يبقى اديله الحمراء. تعال اقول لك على حاجه جميله جدا. هو محمد مصطفى النهارده حارس مرمى المريخ ما هوش فاهم القانون؟ فاهمه طبعا. اجراءات تنفيذ ركله الجزاء بدري بنو راح يلعب. راح اكلم معاه. انا هقف مع حارس المرمى احكي له القانون بيقول ايه؟ ايوه. انا بقول لك النهارده الحكم ساعد النهارده على اضاعه الوقت. انا مش دوري كحكم افهمك، انا بقول لك تحكيم وقائي، من فضلك ما تتحركش اثناء التنفيذ. طب هو السؤال هنا يا كابتن، هل ممكن يكون ده اجراء وقائي منه لان الراجل ده لو اتحرك في ضربه الجزاء هو واخد يلو كارت، واخد كارت اصفر. لو اتحرك في ضربه الجزاء وصد الكوره ممكن ياخد انذار تاني، فكان ممكن يطرد، فيمكن هو راح يفهمه النقطه دي علشان يعني يحذره من حته ان هو معرض ان ياخد كارت اصفر تاني. التحكيم الوقائي مطلوب للحكم. وانا مع حضرتك تماما ان انا كحكم في اجراءات التنفيذ انا قبل ما تحصل مشكله بلحق المشكله قبلها. بالزبط. ولكن ماشي، انا قلت ما قلتش ان هو ما يروحش يقول للحارس، لكن ده شوف الوقت كابتن علاء اللي هو قاعد يتكلم مع حارس المرمى وقت كتير جدا جدا، هي كلمتين. من فضلك ما تتحركش اثناء الركل، ولو اتحركت هتاخد هعيد وحدي او هحذر رد انذار. ولكن انا بقول النهارده الحكم كان عنده مشكلتين في اداره المباراه كابتن علاء. بغض النظر هو حسب مخالفتين داخل الصندوق 10 10 ساب ركله جزاء لنادي المريخ، والخطا والمخالفه واضحه. ساب ضربه ركله جزاء لايمن اشرف وركله جزاء مليون في الميه صحيحه، زي ما قلت لايمن اشرف حط جسمه كابتن علاء طلع ذكي جدا جدا، واي حد لما بيحط جسمه في كوره وهو بيجري اي احتكاك لابد انك انت تحصل ركله جزاء كابتن عادل، انت عارف وكنت لاعب احتسب مخالفتين صحاح في ركلتي الجزاء. ولكن انا بتكلم النهارده هي للحكم، كان عندك مشكله في احتساب الوقت بدل الضائع، كان عندك مشكله في توفير بيئه امنه للاعبين داخل ميدان اللعب. خبراتك النهارده عدت بالمباراه، نتمنى ان هو في المباراه القادمه ان هو يطور من ادائه في موضوع اضاعه الوقت، موضوع حمايه اللاعبين داخل ميدان اللعب. صحيح. وتعليقك بقى او تقييمك كخبير تحكيمي
لاداء الحكم والمساعدين النهارده؟ تمام يا كابتن، احنا بنقول الحكم نجح في المخالفات الفنيه كويس، ولكن في اداره المباراه ما نجحش قوي. إيه زي ما قلت النهارده، انا كحكم مش دوري بس احسب المخالفات يا كابتن علاء ان انا اصفر، ما اي حد ممكن يجي يصفر، ولكن اداره المباراه دي شغلانه كبيره جدا جدا جدا. أوكي. النهارده يجب انك انت النهارده تشتغل عليها. أي. النهارده الشوط الثاني يمكن الكابتن شريف يتفق معايا، كابتن شريف النهارده تقريبا حتى بيضيع وقت حارس المرمى بالاصابات. النهارده انت سمحت بعلاج اللاعبين داخل ميدان اللعب وده مش موجود. خمسه قعدوا على الاقل كل واحد دقيقه ونص بالظبط، يعني انت النهارده على الاقل 7 دقائق وقت بدل ضيع، ادي الحق في احتساب الوقت بدل الضيع. المساعد النهارده تقريبا المساعد رقم 1 ادى مباراه بشكل كبير، كان تمركز صحيح، كان عنده ربط لحظه لعب الكره وموقف التسلل، لكن عنده تقريبا عنده حاله واحده بس كابتن علاء ما كانش عنده تمركز سليم، والتانية مرت منه. المساعد الثاني ما عندوش اختبارات قوي، ولكن بشكل عام بنقول ان القرارات التحكيميه لم تؤثر في نتيجه المباراه، ولكن نخلي بالنا كحكام كبار من اداره المباراه، وده شيء مهم جدا جدا. شكرين، شكرا جزيلا كابتن ناصر، وامتعتنا كالعاده. شكرا كابتن، وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي. اللي ادينا شايفين على الشاشه لعيبه النادي الاهلي في المطار، طلعوا من الملعب على طول طبعا على المطار، في الطريق لمطار القاهره ان شاء الله وصلوا بسلامه الله، وبنبارك لهم مره ثانيه على التاهل لدور الثمانيه، وده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي في كل الازمنه وكل العصور. كده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم بين المريخ السوداني والنادي الأهلي، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية. حابب نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم ألف شكر نورتنا. الله يخليك، ميرسي يا كابتن، وألف شكر ومبروك التأهل. كابتن علاء ميهوب ألف شكر كابتن نورتنا. ربنا يخليك أيمن، ومبروك التأهل، وإن شاء الله النتائج والعروض القادمه تبقى احسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن اسامه عرابي نورتنا يا كابتن. شكرا ليك ايمن، ومبروك التاهل. كابتن عادل نورتنا يا كابتن. الف سلام. شكرا يا كابتن. الحمد لله على السلامه والنهار في الاول بقى. ودلوقتي اعزائي المشاهدين هنروح لبث مباشر مع التلفزيون المصري لنقل موكب والحدث التاريخي، نقل ملوك مصر ال 22 القدامى من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.